الحمد لله على السلامة، بعد إذنك. استنى هنا. هو أنت فاكر أنا هسيبك تروح لها؟ ما تستفزنيش أكتر من كده يا ريهام. أنت اتجننت يا زياد؟ معقول؟ هتمد إيدك على أم ابنك؟ صدقي بالله، طريقة الجد إنك تحشري في وسط كل جملة ابنك أو بنتك مأكدالي إن أنت كدابة، ده غير إني ما عنديش شك إنك بتكدبي. ليه؟ أنت ما سمعتش الدكتور بودانك وهو بيقول لك؟ أنا أكتر واحد فاهمك وعارف أنت ممكن تعملي إيه. لو أنت حامل بجد، تعالي معايا نروح لدكتور تاني دلوقتي. معلش يا زياد، مش هينفع. مش هينفع غير الدكتور اللي انا متابعه معاه عشان دي راحه نفسيه. وبعدين على فكره عيب قوي اما تشك في مراتك او ابنك. زياد، لو سمحت فكر في الموضوع تاني. خلينا نرجع لبعض. وابننا يتربى في وسطنا. ريهام، انت لو فاكره ان اللعبه اللي بتلعبيها دي مش هتتكشف قريب تبقي غلطانه. بعد اذنك. هو بعد اذني فعلا. بس مش عشان انت عايز تمشي. عشان انا مش عايزه البيبي اللي في بطني يسمع ابوه بيكلم امه بشكل ده. اديني على الاستفزاز.